على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نرحب بكم في ورشة السكن، تنظيم السكن الجماعي للأفراد، إحدى الورش التي تنظمها غرفة الرياض للاطلاع على القرارات والتنظيمات الجديدة التي تخص سوق العمل. نرحب باسمكم جميعاً في الحقيقة بكافة المشاركين معنا في هذه الورشة والذين يمثلون اللجنة المختصة بتنظيم سكن العمال والمكونة من عدة وزارات وجهات حكومية، ونرحب بالسادة المشاركين من وزارة الشؤون البلدية والقروية على رأسهم الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة تصنيف المقاولين، والأستاذ حسن حميد الدين مدير عام الإدارة العامة لسكن العمال، والأستاذ محمد السياري رئيس بلدية العليا، كما أيضا يشاركنا الأستاذ خالد الحماد مستشار معالي الوزير السكن العمالة، والأستاذ إبراهيم الغروي مدير عام الامتياز التشغيلي وتحول الأعمال بوزارة الموارد البشرية، أيضا من وزارة الداخلية الدكتور حمود الحلاف مدير إدارة قضايا الخدمات العامة، والمهندس معاذ بن عبد السلام الدبور مدير إدارة الشؤون العامة بعمارة منطقة الرياض، ومن وزارة الصحة الدكتور عادل الشهري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة، وأيضا من مهندس أحمد نور الدين مدير عام التطوير الاستثمار بالهيئة الملكية، والمهندس محمد بشاوري مدير إدارة سلامة المنشآت ومتابعة العقود بمدن، وسعادة الأستاذ نهارة للشيخ مشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، والأستاذ ماجد بن عنزان رئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة الوطنية للإسكان. نرحب باسمكم جميعاً ونقدر مشاركتهم في هذه الورشة لإيضاح كافة النقاط لمجتمع الأعمال. أنا ودي نبدأ بوزارة الشؤون البلدية بكلمة لسعادة الدكتور أحمد قطان، فليتفضل مشكوراً. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شاكر مقدر لك أخوي منصور على الاستضافة، وشكرا لمبادرتكم الكريمة كما عهدنا دائما من الغرفة، سباقة لكل ما في مصلحة القطاع وتعريف يعني منشآت القطاع الخاص بما هو جديد من طرف الحكومة. اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع سكن العمالة أو السكن الجماعي بتعريفه الجديد، وهو يعني هو موضوع قديم جديد، موضوع قديم كان متناثر ما بين الجهات، ولعله من الفوائد القليلة للجائحة، نسأل الله لا يعيدها مرة أخرى، إنها وضعت بعض الأمور على يعني على المسار السريع، فتطور الآن الأعمال وظهرت بعض التشريعات الجديدة، وهذا اليوم إن شاء الله هيكون محور الحديث في الورشة. شكرا. مدري سعادة الأستاذ خالد الحماد مستشار مع الوزير سكن العمالة. طيب، الأستاذ إبراهيم الغروي مدير عام امتياز التشغيل وتحول الأعمال بوزارة الموارد. اهلا وسهلا مهندس منصور، والشكر لجميع الزملاء بغرفة الرياض والزملاء المتواجدين معنا من الجهات الحكومية. إبراهيم غروي مدير عام الامتياز التشغيل وتحول الأعمال وزارة الموارد. دور اليوم إن شاء الله في الجلسة هذه نوضح الإجراءات القائمة والمتفق عليها وفق الأمر السامي لما نص عليه لتنظيم سكن العمالة الجماعية وعمالة المنشآت. سعاد الدكتور حمود حلافي. الدكتور عادل الشهري أيضا الاتصال. حياكم الله جميعا، السلام عليكم. أهلا. عادل الشهري مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة وزارة الصحة. يعني دور وزارة الصحة في هذا الموضوع هو تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية إن شاء الله، زي ما ذكر الدكتور أحمد أنه من الفوائد القليلة جدا من هذه الجائحة هي إصدار التشريعات وإصدار الإجراءات التصحيحية لمثل هذه الأمور، وإن شاء الله هذه الورشة تحقق الأهداف المرجوة منها. شكرا لكم. شكرا. أستاذ نهار الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان. أهلا وسهلا وحياكم الله، ويعطيك ألف عافية أخوي منصور والأخوان في غرفة الرياض، وشهادتنا دائما فيكم مجروحة، وحيا الله جميع الأخوان من جميع الجهات. الله ينفع بهالبرنامج، رب ضارة نافعة، ما يندرى وش الخير فيه.
لكن القريبين منه يعلمون أن إن شاء الله فعلا بيكون له تأثير إيجابي لنا إحنا كلنا كمواطنين وحتى المقيمين، بيكون له فائدة إيجابية. أخوكم نهرال الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، وكيف أن بنبين وزارة الإسكان مثلها مثل الجهات لها دور رئيسي ومهم في مثل هذا البرنامج، وممثل في أحد الأمور الخاصة بالتنظيمات العقارية ممثلة في برنامج إيجار تحديدا. فالله يوفق الجميع إن شاء الله لما يحبه ويرضى. شكرا. الآن نحن أمام موضوعين، يعني لاحظت انقطاع الأعمال يبدو أنه كان مهتم بموضوعين. الموضوع الأول اللي هو ربط رخصة العمل بالتسجيل في إيجار السكن، والموضوع الثاني الذي هو تنظيم سكن الأفراد. فهذين الموضوعين في الحقيقة مع الرسائل التي تم بثها من وزارة الموارد يعني أحدثت تفاعل مقطع الأعمال ورغبة في معرفة تفاصيل التنظيم لكي يبادروا بتطبيقه والتعاون مع الوزارة في ذلك. أنا ودي بس نسمع أولا من الأستاذ إبراهيم الغروي موضوع ربط رخصة العمل بالإقرار بالسكن، ومدى تأثر المنشأة في حال عدم قيام العامل، خصوصا من يأخذ بدل سكن، بتعريف أو بربط في شبكة إيجار، وهل هناك عقوبات بتطبق على المنشأة، وهل العامل هو المفروض الذي يبادر بذلك؟ ودي توضح هذه النقاط أستاذ إبراهيم قبل ما ننتقل لموضوع السكن وتنظيمات السكن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نجي لبداية السكن الجماعي أو ما سبق في السكن الجماعي. نتذكر أن هناك ما في تشريعات سابقة موجودة، أو إذا كانت التشريعات السابقة الموجودة فهي غير منظمة. الآن صدور الأمر السامي الكريم بتنظيم سكن العمالة نظم الأعمال بين الجهات، وركز وحدد أنه ارتباط تجديد رخصة العامل هي بارتباط وإفصاحه عن مقر سكنه. الجهود تكاثفت مع الزملاء والتكامل موصول للزملاء في البلدية والقروية وشبكة منصة إيجار. تم تنفيذ منصة إلكترونية للإفصاح عن سكن العمالة الجماعي والأفراد. سكن العمالة الجماعي يعني صاحب المنشأة الذي يقوم بتوفير سكن جماعي للعاملين يقوم بالإفصاح عن مقر السكن هذا، وبمجرد الإفصاح عن مقر السكن يظهر عندنا في وزارة الموارد أن العامل هذا مسكن ولديه سكن مفصح عن صاحب المنشأة. بالنسبة للأفراد اللي يسكنون خارج إطار سكن المخصص للمنشأة أو يسكنون في سكن خاص لهم، بمجرد تسجيلهم في منصة إيجار ووجود عقد إلكتروني هذا يرتبط مباشرة بالسكن الجماعي، وبعد ارتباطه بالسكن الجماعي يثبت عندنا في أو يظهر عندنا في وزارة الموارد أن العامل الساكن بسكن خاص مفصح عن سكنه ولا تجي أي عقوبة. طبعا وزارة الموارد البشرية لم تشرع عقوبات ولا توجد عقوبات أساسا على المنشآت، هو فقط تنفيذ الأمر السامي الكريم ارتباط تجديد المنشأة أو تجديد عفواً رخصة العمل للعامل بإفصاحه عن سكنه أو مقر سكن العامل. طبعاً إذا العامل لم يفصح في هذه الحالة، كانت عنده مشكلة ولم يفصح لأي سبب من الأسباب عن مقر سكنه، ماذا سيحصل؟ إذا كانت مهندس منصور الأسباب تقنية أو إجرائية موجودة في بين المنصات الحكومية هذا يمكن استثناء، ولكن إذا كان السبب مجهول أو بتصرف شخصي من العامل لعدم إظهار مقر سكنه فهنا العامل هو الفقط الوحيد الذي لا يجدد رخصة العمل، بينما المنشأة لا تعاقب على عامل بهذا الخصوص، ويجب على المنشأة في هذه الحالة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة مع العامل غير مفصح لمقر سكنه. هذه أنظمة الدولة وهذا توجيه من المقام السامي لتنظيم سكن العمالة في البلد. هل توجد هناك عقوبات ممكن يقعها العامل؟ صاحب المنشأة يعني وفقاً لما نص عليه النظام والاشتراطات الموجودة في عقد العمل فيما بينهم والتنظيم الأخير اللي موجود المفترض يعكس على عقود العمل اللي موجودة في العمل، وينزل لائحة داخلية جديدة بين العامل وصاحب العمل بإثبات بضرورة إثبات سكن العامل. نعم، يعني المنشأة في حال كيف تفصح يعني توضح المنشأة، لأن هذه معلومة أن هذا العامل في السكن الشركة وهذا يتقاضى راتب بدل سكن، كيف توصل هذه المعلومة لوزارة الموارد؟ بمجرد تحديد سكن العمالة الجماعية في السكن الجماعي في منصة السكن الجماعي
أو يحدد السكن يفصح أن هذا العامل ساكن سكن فردي وهذا العامل ساكن في سكن ملك الشركة، وتظهر عندنا البيانات أن هذا العامل مفصح والعامل غير مفصح. يجب على المنشأة اتخذ الإجراءات والتعليمات مع العامل الغير مفصح والتنبيه بضرورة وأهمية تسجيله في منصة شبكة إيجار. بالنسبة طال عمرك للمشاريع الإنشائية خارج المدن التي لديهم كومباوندات والمزارع الذين يسكنون داخل المزارع، ما هو الحل فيهم؟ طبعا مهندس منصور، احنا أخذنا جميع الاعتبارات الخاصة بجميع أنواع السكن، سواء كان سكن خارج المدن أو داخل المدن، في المدن الصناعية، في المناطق الحدودية، وتواصلنا مع الزملاء في شبكة تجار لوجود جميع أنواع المساكن اللي موجودة وإثباتها في منصة شبكة تجار. نحن في وزارة الموارد نهتم فقط بأن العامل لديه مقر سكن مفصح عنه. شكرا أستاذ إبراهيم. بروح للأستاذ الدكتور أحمد. في بالنسبة طال عمرك للائحة الشروط الصحية والفنية والسلة أما لازم توافرها الإسكان الجماعي للأفراد، هنا ذكر الأفراد ولم يذكر العامل، يعني وهذه قد يعني يكون لها إشكال قانوني أن هذه لا تتعلق بالعمال ولا تتعلق بصاحب العمل ولا بمسؤوليته، ما أدري إذا كان ممكن توضح لنا هذه النقطة. حياك الله أبو طلال. في الأمر الإسلامي السكن الجماعي هو أي مسكن يسكن 20 شخص فأكثر لا تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وذكر من أنواع المساكن الجماعية زي مثلا بيوت سكن العزاب، مساكن الممرضات، مساكن العمالة وهي الجانب الأعظم منها، أيضا يعني دور الرعاية وغيرها. طبعا ما يخصنا اليوم هو مساكن العمالة واسمها اليوم السكن الجماعي للأفراد، فهي أي 20 فرد لا تجمعهم صلة قرابة حسب التعريف في الأمر الملكي هو سكن جماعي. طيب لأن هذه نقطة مهمة، إذا كان تواجد 10 أشخاص موظفين في شقة في أحد العماير هل يطبق عليهم اشتراطات السكن؟ لا، لأنه هنا في هذه الحالة لا يعتبر السكن سكن جماعي ويسكن أقل من الحيز أو أقل من العدد المعرف، فبالتالي هذه يعني مجموعة من الناس سكنوا مع بعض لكن لا ترتقي إلى مصطلح سكن جماعي ولا يكون في مشاكل التكدس التي واجهناها أيام الجائحة. لو سكن في عمارة في 10 شقق كل شقة في 10 أشخاص هل ينطبق هذا الشيء عليهم أيضا؟ نفس الشيء، لأنه هنا اليوم الوحدة السكنية عرفت كما عرف في الأمر السامي الأمر الملكي الكريم، أصبح هنا العقار كامل هو يسكنه مجموعة من الأفراد، فبالتالي التعريف انطبق على العقار أي العمارة وبالتالي يشمل هذا التعريف. لكن إذا مبنى عوائل أو استراحة فيها 10 أفراد أو فيلا فيها 15 فرد أو كذا فهذه ليست سكن جماعي. أما إذا كانت عمارة عقار كامل يسكنه عدد من الأفراد من نفس يعملون في منشآت مختلفة أو في نفس المنشأة فهذا يعرف بالسكن الجماعي. طيب هذه مسؤولية من طال عمرك؟ مسؤولية صاحب العقار أو المنشأة؟ لأني أنا كمنشأة تجارية لست مسؤولاً عن بقية الشقق الموجودة في العمارة. نعم، هنا الآن عرفت مسؤولية الترخيص على طرفين، أولاً على قد تكون على في حالتين، الحالة الأولى هي على صاحب العقار إذا كان العقار مستأجر من عدد متعددين من الأفراد لا يعملون في منشأة واحدة، أي أن عقود الإيجار ما بين صاحب العقار وما بين العامل نفسه مباشرة، فأصبحت مسؤولية ترخيص السكن وضمان سلامة الساكنين في هذا السكن سواء كانوا من عمالة أو غيره، ونحن اليوم يعني نخص في موضوعنا العمالة، هي على صاحب العقار. يجب أن يتأكد أن عقاره يتبع الاشتراطات الفنية والسلامة والصحية التي يجب توفرها. أما إذا كان العقار مستأجر بكامله من منشأة واحدة لغرض عمالتها فيكون هنا المسؤولية على المنشأة. نعم، والعقوبات تطبق على صاحب العقار. العقوبات نعم، أول إذا كان العقار في عمالة متعددة وما في يعني وعقود الإيجار عقود متعددة مع أفراد فصاحب العقار هو المسؤول. أما إذا استؤجر العقار بالكامل لمنشأة واحدة لغرض عمالتها فالمنشأة هي المسؤولة. نعم، في المساكن خارج المدن خارج النطاق العمراني أحد الشروط أن لا يزيد بعد المساكن الجماعية للأفراد
عن الكتلة العمرانية الرئيسية على 40 كيلومتر. يعني بعض المزارع بعض المصانع تقع بعيدا عن الكتلة العمرانية بأكثر من 100 كيلومتر، بعض المشاريع الإنشائية ومشاريع الطرق بعيدة جدا قد لا تستطيع توفير هذا الشرط. شوف على العموم ما ذكر أخوي أبو طلال الآن لتعريف المساكن الجماعية، وهذا تخص الاستثمار تحديدا، المجمعات السكنية التي تستأجر للعمالة لغرض، أما إذا كان مقاول أو شركة لها مشروع بعيد عن المدينة بسبب طبيعة المشروع وسكن العمالة داخل المشروع لغرض سهولة الانتقال من السكن وإلى المشروع هذا موضوع آخر. أما فيما يخص المجمعات السكنية الاستثمارات الجديدة التي تبنى فعرفت بهذا الحد حتى يكون في حد أدنى من تنقل العمالة من وإلى المدينة لوجود الخدمات المهمة للعمالة زي موضوع المستشفيات الخدمات الطبية إلى آخره. نعم طال عمرك. في بالنسبة للاشتراطات التي ذكرت، عندنا مشكلة الآن في مدى تطابق المباني القائمة مع الاشتراطات الموجودة كعرض الأبواب وارتفاعها ونسبة ميول الدرج والسلالم وعرضها ونوعية الدهانات وكذا. هذه قد أغلب المباني القائمة لا في المدينة لا تنطبق عليها هذه الشروط، لأن أغلبها تم تطويره وبنائه بواسطة جهود فردية من ملاكها، فكيف يكون التعامل معها في عند ترخيصها؟ ممتاز. اولا طال عمرك 90% ما كان اكثر من الاشتراطات هي يعني متطلبات يمكن تحقيقها بتعديلات بسيطه جدا، وفي امثله كثير حصلوا عليها زي مثلا التاكد من سلامه افياش الكهرباء، دورات المياه يكون عدد معين، الحيز المساحي يكون 4 متر مربع للعامل في المكان او يكون عامل واحد او اقل، وبالتالي 90% من هذه الاشتراطات هي اشتراطات يمكن تحقيقها بتعديلات بسيطة على السكن إن تطلب. لكن فيما يخص الأشياء التي فيها يعني تغيير لهيكل السكن وهي قليلة جدا، إذا لم توجد فهنا في حالتين، إما يتم الاستثناء من هذا الشرط إذا كان السكن صالح خلال مرحلة التقديم على الترخيص، أو يتم الإثبات في من اللجان التي يعني من إجراءات الترخيص أن السكن غير صالح للسكنة أصلاً بسبب يعني عيوب كثيرة. اشتراطات يمكن يعني اللجان الميدانية يعني التساهل فيها زي مثلاً موضوع ارتفاع السقف 3 متر، المقصود فيه 3 متر من الأسمنت وليس من الجبس، فالارتفاع المتعارف عليه 2 متر و40 سنتي أو 2 متر و60 سنتي، فأنا أعتقد هذه الاشتراطات هي اشتراطات يعني الموجود في الدليل هو الاشتراطات التي يعني الحد الأقصى، ولكن يكون للجان الترخيص يعني التقييم المباشر لوضع السكن ويمكن منح الترخيص إذا استوفى جميع الاشتراطات المهمة وكان في استثناءات بسيطة يمكن التجاوز عنها، وهذا يكون للسلطة التقديرية للجان في عملية الترخيص. بالنسبة لموافقة الدفاع المدني، هل تجب استخراج رخصة الدفاع المدني؟ ترخيص سكن العمالة هو ترخيص قائم بحد ذاته، أحد الاشتراطات المسبقة لي هو الدفاع المدني، والدفاع المدني اشتراطاته بسيطة جدا، بس فقط التأكد من يعني الوجود من خارج العمارة. نعم الاشتراطات السلامة المتعارف عليها، يعني عدا عن ذلك يعني ما في شيء إضافي، والرخصة تقدم من خلال البوابة الإلكترونية بشكل آلي. أيضا بنكثر عليك دكتور أحمد، لكن الكثير يعني تساءل عن أنه في فقرة تقول لا يتحمل الفرد أي أعباء مالية لإيقاع الانتفاع من السكن، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية بمقابل أي بدل مادي. هذه في حالة فقط خارج المدن. لا عفوا مرة ثانية معلش ما انتبه، ممكن تعيد الجزئية مرة ثانية؟ لا يتحمل الفرد أي أعباء مالية لإيقاع الانتفاع بالمسكن. أي نعم، المقصود هنا ويمكن زملائنا في وزارة الموارد أيضا يعني كلهم إضافة، إنه السكن هو جزء من المتطلبات التي تقدم للعامل حتى يستمر في عمله، فلا يمكن تأجير السكن للعامل أو تحميله تكلفة على راتبه أو تحميله تكلفة للانتفاع بالسكن زي إجباره على
أخذ الوجبات الغذائية من محل معين أو أخذ الإجبار على أخذ الوجبات الغذائية من كافيتيريا معينة لغرض انتفاع صاحب العمل. فالسكن هو أو يصرف للعامل بدل سكن كما هو متعارف عليه وكما هو معمول به في نظام العمل. يعني ولا يجوز أيضا إجبار على تقديم وجبات ولا يجوز يأخذ مقابل مادي. أنا أقصد أن هذه الأمور تدخل في صميم اشتراء الشروط التي تم التفاوض عليها أثناء التعاقد وتوقيع عقد العمل. الآن التنظيم هذا قد يحدث إرباك لعقود العمل وتكييف مع هذا التنظيم الجديد. فما هو الحل؟ يعني أنت الآن يعني صاحب العمل الآن إذا كان يعطي إيجار بدل سكن للعمالة فبموجب النظام أو التنظيم هذا الذي صدر لا يجوز أنه مجبر أن يوفر سكن ولا يخصم بدل السكن الذي يعطيه العمالة. ليس صحيح. أضيف وزملائي من وزارة الموارد أيضا يوضحوا نظام العمل واضح، الراتب يتقسم إلى الراتب أساسي وبدل سكن وأي بدلات إضافية تتفق عليها الطرفين. فإذا منح العامل بدل سكن فبالتالي يحق للعامل أن يسكن في أي مكان يرغب فيه بعيدا عن يعني المكان الذي يوفر صاحب العمل. أما هذه المادة فهي فقط لتوضح أنه في حال وفر صاحب العمل السكن سواء أعطاه بدل سكن أو ما أعطاه هذا يرجع للعلاقة ما بين الطرفين، لا يجوز لصاحب العمل أن ينتفع من السكن الذي وفر العامل على حساب راتبه. فأنا إذا أنا أعمل عند المهندس منصور الشثري ومهندس منصور أعطاني سكن أسكن فيه وخصم مني بدل السكن فهذا منتهي منه، لكن لا يمكن المهندس منصور يقول لي أدفع إيجار أو يطلب مني أن أنا أشتري الأكل حقي من كافيتيريا معينة أو يطلب مني أن أنا مثلاً أسوي أشتري الأغراض حقتي من البقالة. هنا التنظيم يا دكتور أحمد اشترط على صاحب العمل توفير وجبات غذائية بعدد كالوري معين لكل يعني حتى الوجبات. يعني كان صاحب العمل يجبر العمالة على أكل أكلات معينة. هذه الكالوري تكيف مع التنظيم. هذه الكالوريز كانت معرفة في تنظيم من عام 1422 إذا ما كنت مخطئ في من وزارة الصحة. أما الآن الاشتراطات التي صدرت هي ألغت كل ما سبق بموجب الأمر السامي. بالمناسبة الجزئية الوحيدة التي يلزم فيها صاحب العمل بتوفير الغذاء للعمالة إذا كان السكن خارج النطاق العمراني، أي أن العمالة ليس لها خيار سهل حتى توفر الغذاء بنفسها. إذا سكن خارج النطاق العمراني ب 45 كيلو وما في مطاعم قريبة لازم يعني يوفر لهذا العامل أكل في المكان اللي هو فيه. أما إذا كان على أطراف المدينة أو داخل المدينة فهذا الشرط لو تلاحظ ما هو موجود في الدليل. شكراً دكتور أحمد، بنرجع لك بعد شوي. الآن سنذهب إلى وزارة الإسكان الأستاذ نهار والأستاذ ماجد، ليت يشرحوا لنا شبكة إيجار وكيفية تسجيل العمالة عليها في السكن الجماعي وأيضا المرافقين كيفية تسجيلهم وإضافتهم وهل لابد من موافقة المؤجر على ذلك أو المكتب الإيجار. نتمنى يشرحوا لنا هذه النقطة. حياك الله أخوي. طبعا في البداية إيجار وفق قرار مجلس الوزراء 405 اللي ظهر بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل كافة العقود وتحويل الورقي إلى عقد إلكتروني في شبكة إيجار، وتبعه بعد ذلك قرار مجلس الوزراء 292 الخاص بوجود عقد إيجار مسجل بالشبكة لإصدار رخص العمل أو تجديدها لغير السعوديين. هنا يكمن الدور الأساسي لإيجار واللي قاعدين نشوفه حقيقة في عدد القضايا اللي قلت في المحاكم بسبب الإيجار من مجرد تطبيق عقود إيجار واللجوء لها في السكني، وخلال السنة هذه تم تفعيل التجاري. طبعاً الأمور الخاصة بالعمال يمكن الأخوان ذكروها سواء كان وزارة شؤون البلدية أو حتى وزارة الموارد البشرية ذكروا آليات معينة فيها من ناحية تسكين العمالة وربطهم في منصة السكن الجماعي، لكن يكمن دور إيجار مهم في كثير من الأمثلة اللي ذكرتها أخوي منصور. لما ذكرت 10 ساكنين في مكان ما ينطبق عليهم هو مجرد تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمعنى آخر بسيط تستطيع وزارة الموارد البشرية من خلال الربط اللي حاصل الآن سواء كان
مع إيجار ولا في خلال منصة سكن الجماعي معرفة وضع هذا العامل حتى وإن كان خارج السكن الجماعي، فهنا تجي أحد المميزات اللي موجودة. الإضافة إذا في شخص ساكن مع والدة على سبيل المثال من المقيمين، مجرد إضافة الوالد صاحب العقد لمرافق له برقم إقامته واسمه المقيم الآخر اللي هو ابنه، هذا في عملية الإضافة، وهذه من ضمن الخيارات اللي موجودة. في خيارات كثيرة ومزايا كلها. لو سمحت لي، هل يشترط موافقة المؤجر على الإضافة؟ يشترط موافقة المؤجر على الإضافة. هو ما يشترط طبعا، هذا عقد يوضح الموافقين اللي مع المؤجر اللي مع المستأجر في الوحدة الإيجارية، فما يشترط طبعا. يعني يستطيع المستأجر أن يدخل في أي وقت ويضيف مجموعة من المرافقين بدون موافقة المؤجر أو مكتب العقار الوسيط. هو حاليا طال عمرك يتجه إلى المكتب العقاري، والمكتب العقاري اللي سوى له العقد عنده هو الإمكانية أن يضيف مرافقين معه حتى لو بعد توقيع العقد بفترة. حتى لو بعد توقيع العقد يستطيع ذلك، وجاري تطوير المنصة لإتاحة الإضافة عن طريق المستأجر بنفسه. بنفسه. نعم. وحتى لو ما كانت هناك علاقة، لو قام عامل وافد باستئجار شقة، هل بإمكانه أن يضيف مجموعة من أصدقائه العمالة الساكنين معه في هذه الشقة ويضيفهم في عقد إيجار؟ صحيح، وبإمكانه إضافة مرافقين حتى لو ما كانوا ذو علاقة، يوضح العلاقة اللي تربطه فيها شبكة. كم الحد الأقصى للإضافة؟ ما في حد. ما في حد نضيف البطلان جزئية إنه في النهاية العقار هذا يعني هو مسارين، مسار الإفصاح ومسار الترخيص، فالعقار يجب أن يكون مرخص، وفي ربط ما بين الترخيص وما بين الإفصاح من خلال المنصتين بشكل إلكتروني. فإذا العقار غير مرخص بعدين هيجيله يعني أكثر من تنبيه إنه يجب أن يرخص العقار في تاريخ معين أو كذا. في حال ترخيص العقار يتم احتساب الطاقة الاستيعابية، بمجرد احتساب الطاقة الاستيعابية يظهر في منصة إيجار إذا يمكن شخص أو لا يمكن أن يضيفه، لأنه قد يظهر له رسالة يقول العقار وصل إلى الطاقة الاستيعابية المعرفة، اختار أحد العقارات التالية المرخصة. فبالتالي هي ليست هو مفتوحة تقنية من منصة إيجار، لكن بمجرد يعني لأن المنصتين يقرأوا من بعض، فبالتالي لا يمكن أن يسجل أحد فوق الطاقة الاستيعابية بسبب الربط الإلكتروني اللي موجود أو اللي جاي العمل عليه ما بين المنصتين. لكن هنا مشكلة، إذا أحد مستأجر شقة طال عمرك ولم وعقدها لم ينتهي ودافع قيمته ولم يحصل صاحب العقار على هذا الترخيص، ما هو الحل؟ هنا الآن هذا اللي يعني الإعلان اللي كان يعلن عنه من فترة بالتاريخ 1/1 هو الحد. إحنا طبعاً كان فيه 5 شهور إعلان قبلها، وإحنا الآن يعني الشهر الجاي يكون الشهر السادس، فترك للسوق فترة 6 أشهر حتى يستطيع أن يرخص عقاره. وبالمناسبة كل من تقدم على طلب حتى وإن تعدى 1/1 وجاءت اللجان لن تخالف، لأنه لديه طلب قائم حتى وإن لم يتم ترخيصه. فقط وجود الطلب القائم في ذاته إذا تأخرت البلدية عليه أو تأخرت الإجراءات عليه، فوجود الطلب يحميه من المخالفة لأنه لديه طلب قائم وانتهى وأنهى دوره. وما بعد ذلك إذا طلعت الترخيص أو رفض الترخيص ترجع للإيجار مرة أخرى. فبالتالي بس للتأكيد، شرط الترخيص اشترط 4 متر مربع لكل عامل من غرف النوم زائد الملحقات المعرف عليها في الدليل حسب الاشتراطات الموجودة. منصة إيجار هي منصة للإفصاح فقط، وبالتالي بعد الربط اللي هيتم أو الربط الإيجاري العمل عليه هي الإفصاح عن عامل في موقع معين، يتم قراءة من قواعد بيانات العقارات المرخصة ويتم معرفة الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدة السكنية، وبالتالي تستطيع المنصة أن ترفض أو تقبل بناء على الطاقة الاستيعابية. أما فيما يخص اللي أنت تفضلت فيه إعلام صاحب العقار عن إضافة مستأجر جديد أو إضافة ساكن جديد، هنا يعني السوق أصلا يعني تكر أو يعني يدير نفسه في هذا الشأن، فصاحب العقار هو مسؤول عن من يعني مسؤول عن العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأجرين كما هو الحال معمول فينا. اسمح لي بس توضيح هنا بسيط، ان الافصاح نفسه يتم من قبل ممثلي المنشآت،
في منصة السكن الجماعي، وعندما يفصحون في منصة السكن الجماعي بجميع أنواع الموجودة في الماركت عندنا، هنا يتم التحقق من وجود العقد الإيجاري ومعلومات اللي فيه. الإصلاح لا يكون في شبكة إيجار، وإنما التعاقد يكون في شبكة إيجار في أوضاع العقود، لكن الإفصاح ليس في شبكة إيجار، الإفصاح عن طريق رابط سكن جماعي .sa. الرابط هذه المنصة اللي ذكرها أستاذ إبراهيم في بداية الورشة أو بداية اللقاء، هي منصة متكاملة تغطي جميع أنواع العقارات، إما تكون مملوكة للمنشآت أو مستأجرة أو سكن مشاريع زي ما ذكرت. جميع الأنواع الإفصاح عنها في منصة السكن الجماعي، يدخل في منصة سكني ويتم الإفصاح في منصة السكن الجماعي التي مربوطة بشبكة تجار للتحقق من وجود العقود، أما شبكة تجار لا يتم فيها الإفصاح. باب التوضيح. نعم، يعني والمنصة هذه فيها كل أنواع السكن، سواء زراعي أو صناعي أو مشاريع خارج المدن. صحيح، احنا بدينا غطينا الآن السكني والتجاري وأنواع العقود المستأجرة والمملوكة، وبدينا الآن مع الإخوان في مدن، مع أخواننا في مدن صناعية، إضافة العقود الإيجارية في المدن الصناعية تضاف، بدينا سكن فردي، دخلنا في الوقفي كذلك، دخلنا في أنواع، جميع الأنواع اللي مجرد أنه بدينا خلال 3 شهور الماضية بدأت تطلع بعض الأنواع اللي ساكن مع صاحبه اللي مثلا، يعني بدينا نغطي جميع أنواع في هالمنصة. المفروض هذه المنصة تغطي جميع الأنواع، ومع الوقت قاعدين نضيف أي نوع يستجد، لكن الإيجار فقط للتعاقد الإيجاري وليس مثلا العقارات المملوكة للمنشآت، هذه الإفصاح عنها في منصة السكن الجماعي، وهناك يتم التحقق هل العقد هذا مملوك لديهم، يعني كعقار مملوك من وزارة العدل، مربوطة مع عدة جهات التأكد من البيانات اللي يتم إدخالها. وبالتالي بس حبيت أوضح أنه إيجار فقط العقود الإيجارية. نعم، لكن إذا كان العقار مملوك للشركة فإنه يتم الإفصاح فقط عنه وربط العمالة فيه وإفصاح العمالة الموجودة فيه فقط. صحيح، ولهذا احنا جهزنا فيديو، واذا بغيت تشوفونه فيديو يشرح كيف عمليه. نعم، يا ليت اذا كانوا الاخوان في الغرفه يشغلوا لنا الفيديو نطلع عليه الان. الصوت مو طالع. الصوت تلائم ظروف عملتها وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت وتقيم على أساسها، ويمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية سواء كانت مستأجرة أو مملوكة أو أي نوع آخر يتناسب مع أعمال المنشأة بخطوات مبسطة، حيث يمكن لممثلي المنشآت المعرفين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإفصاح عن معلومات سكن العمالة بيسر وسهولة وفي دقائق معدودة، ويمكن لممثل المنشأة الدخول على المنصة من خلال الخدمات المرتبطة بنظام النفاذ الوطني الموحد، استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول على منصة أبشر، ثم إدخال الرقم الوطني الموحد للمنشأة لدى وزارة الموارد البشرية للتحقق من كونه ممثلا للمنشأة، ثم ستظهر لممثل المنشأة الصفحة الرئيسية وبها لوحة معلومات المنشأة والعقارات التي تم تعريفها وعدد الموظفين الذين تم ربطهم بها. ولتعريف السكن الجماعي يتم الضغط على أيقونة السكن الجماعي، ثم يقوم ممثل المنشأة بإدخال تفاصيل العقار وعنوانه واختيار نوعية الملكية مستأجر أو مملوك، حيث يمكن تعريف نوع ملكية السكن في المنصة كسكن مملوك بصك ملكية أو مستأجر بعقد إيجار موثق في شبكة إيجار أو كسكن مشاريع. بعد تعريف العقار للسكن الجماعي يتطلب للممثل المنشأة تعريف الوحدات السكنية داخل العقار من خلال الذهاب إلى الوحدات السكنية واختيار إنشاء وحدة سكنية جديدة وإدخال معلوماتها والضغط على تنفيذ، وبذلك يكون العقار والوحدات السكنية معرفة في منصة السكن الجماعي. وللإفصاح عن العمالة يتم اختيار الوحدة السكنية ثم الضغط على أيقونة إجراءات ثم اختيار العامل المطلوب ربطه أو إلغاء ربطه بالوحدة المختارة، وذلك من خلال قائمة العمالة التابعين للمنشأة التي تظهر لممثل المنشأة والضغط على تنفيذ لإكمال عملية الإفصاح. إفصاحك عن مواقع سكن العمالة خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية.
فيديو جيد. أنا ودي يا دكتور أحمد بس تشرح لنا رحلة الحصول على ترخيص السكن الجماعي، إذا كان هناك مبنى قائم كيف نستطيع أن نحصل على هذه الرخصة، الإجراءات التي تتم والتفتيش الذي يتم، ويعني من هو المفتش ومن هو الفاحص الذي سيأتي ويعطي هذه الرخصة. واضح أبو طارق، سؤال جيد وممتاز جدا. أولا التقديم بسيط جدا من خلال منصة بلدي، من خلال خدمات بلدي يوجد ترخيص السكن الجماعي، يتقدم عليه المستفيد ويدخل بالنفاذ الموحد. طبعا هذه المعلومات كلها موجودة على شكل فيديو تعريفي وأدلة ملفات PDF يمكن المستفيد تحميلها والاطلاع عليها حتى يسهل رحلة العميل على نفسه. الجدير بالذكر أنه يوجد خيارين للمستفيد، الخيار الأول اسمه المسار العادي، وهذا يروح الطلب للبلدية في المنطقة المعنية حتى تسير الزيارة الميدانية ويتم على أساس الترخيص أو إبداء الملاحظات. في المسار الجديد وهذا الذي فعل اسمه المسار السريع، وهنا يروح الطلب على مكتب هندسي في قائمة بالمكاتب الهندسية المؤهلة، يمكن للمستفيد اختيار أي مكتب هندسي يرغب فيه والتعاقد معه بشكل مباشر زي عملية ترخيص البناء. المكتب الهندسي يقوم بفحص السكن، وإما يقبل الطلب من خلال منصة بلدي وهنا يقوم بدور البلدية المكتب الهندسي، أو يبدي ملاحظاته للتعديل مرة أخرى للمستفيد حتى يعدل ويرجع للمكتب الهندسي مرة ثانية. ففي خيارين للمستفيد، إما الخيار اللي هو من خلال البلديات بدون أي رسوم أو تكاليف تدفع، أو خيار المكتب الهندسي بالتعاقد المباشر وللمستفيد حرية الاختيار. عدا عن ذلك الإجراء بسيط جدا، تصدر الرخصة لمدة سنة وخلال سنة تجدد مرة أخرى بنفس الإجراء. البعض يشتكي أنه في تأخير في الإجراءات، ما ودي يعني كم يفترض الحصول على خلال فترة، يعني خلال كم يتم إنجاز الرخصة في المتوسط؟ هذا صحيح أبو طلال، في بداية صدور البوابة كان المسار الوحيد المتوفر للناس هو مسار العادي، أي من خلال الطلب من البلديات، فأثقلت البلديات بشكل سريع جدا لأنه عدد الطلبات يعني كان في تزايد وما زال في تزايد مستمر، وبناء عليه فتح المسار السريع وهو خيار أسرع للمستفيد. لكن في كل الحالتين سواء مسار سريع أو مسار عادي، من له طلب وتعدى تاريخ 1/1 فهو معفي من المخالفات إلى أن تصدر رخصته. نعم دكتور، بالنسبة للمستثمرين في قطاع سكن العمالة، أنت ذكرت أن الاستثمار ما زال مفتوح وأنه على أطراف المدن، وأنه التنظيمات التي ذكرت في هذا المجال ما زالت موجودة والأوامر السابقة. أنا ودي تشرح هذه، يعني نسمع منك كلمة المستثمرين في قطاع إسكان العمالة. طيب أنا في زميل المهندس حسن حميد الدين لعله مدير عام إدارة سكن العمالة لعله يعني يضع إضاءة عليها، لكن بشكل سريع وأترك المجال لزميل الحسن. الآن تم توفير حوالي 7.7 مليون متر مربع موزعة في مناطق المملكة المختلفة، جزء منها في عملية جزء منها تم ترسيته بالفعل على مقاولين لمشاريع يعني كبيرة، من ضمنهم 250 ألف متر في منطقة جدة، حوالي 300 ألف متر في مناطق مختلفة، والتفاصيل منشورة. التفاصيل تعلن في منصة فرص تحت بند الأراضي، فالأراضي جميع الأراضي المطروحة موجودة على منصة فرص للمنافسة العامة بعقود تأجيرية للأراضي تمتد إلى من 25 إلى 50 سنة حسب لائحة الانتفاع بالعقارات البلدية التي يعني اعتمدت مؤخرا. يوجد الآن 11 مشروع تم ترسيتهم في مناطق المملكة المختلفة، كلها من ضمن الخطط طويلة المدى يعني تحسين أوضاع مساكن العمالة في المملكة. بما يخص موضوع التراخيص العقارات فهو من يعني الاستراتيجية المتوسطة المدى حتى نرخص عقارات العمالة خصوصا في القطاعات التي تخدم خدمات داخل المدينة، وبالتالي من يعني الأولويات ومن الأهميات انه يكون تكلفة الانتقال من السكن والى العمل تكون تكلفة رخيصة، ولا نجبر صاحب العمل على نقل عامله او عماله الى يعني مساكن خارج المدينة. فالمساكن القائمة الآن هي قابلة للترخيص، ف
فقد كل على يعني فقد مسؤولية صاحب العمل أو صاحب العقار حسب الشرطين اللي ذكرتهم مسبقا أنه يتأكد أن الاشتراطات المطلوب توافرها موجودة، كلها 90% منها اشتراطات يعني تحسينية على العقار القائم زي التأكد من تعقيم خزان المياه، تأكد من جودة التوصيلات الكهرباء، 4 متر مربع لكل عامل، دورة المياه الواحدة تخدم 5 عقارات بحد أقصى، أول بقية الاشتراطات معرفة. النقطة بس دكتور أحمد اللي تعلق عليها النقطة أخيرة هي علاقة التنظيمات الصادرة السابقة وخصوصا التي تنظم سكن العزاب، هل هذا التنظيم الآن ينسخ ما سبق من تنظيمات قديمة؟ نعم، الأمر الملكي ذكر أن التنظيم الذي يصدر وهو موجود على موقع وزارة البلديات وتم عمل التنظيم مع جميع الزملاء مع جميع الجهات الممثلة في زملاء الحضور اليوم، فهذا التنظيم يلغي جميع ما قبله، قرار 22 الخاص اللي ذكرت فيه الكالوريز وكميات الغذاء، وهذا ألغي خلاص بموجب التنظيم الجديد. ايضا التنظيمات السابقه اللي كانت موجوده يعني انا لا اذكر ارقامها الان، لكن الامر الملكي حدد انه هذا التنظيمات السابقه في سكن العزاب كل امانه كان لها تنظيم بخصوص سكن العزاب وسكن العمال كلها الغيت بموجب هذا التنظيم. اصبح الان اسم السكن الجماعي طار عمرك والاشتراطات معرفه في الدليل المنشور، والتنظيمات السابقه كلها نسخت بالتنظيم الجديد، يعني منها جزء طبعا نسخ ومنها جزء عدل لانه كان تطويل للتنظيم سابق فلم ينسخ حرفيا، لكن استفاد من بعض الاشياء الموجوده سابقا وعدل ومسحت اشياء كثيره كانت موجوده سابقا ارتأت اللجنه انها كانت غير مناسبه في يعني غير مناسب تطبيقها في الظروف الحاليه. طيب يا ريت نسمع كلام الاستاذ الحسن حميد الدين بخصوص المستثمرين في قطاع سكن العماله. السلام عليكم، شكرا أخي منصور. بس إضافة لإجابة الدكتور أحمد أنه الاستثمارات هذه ماشية بتوجه موافقة العرض والطلب، فهي ما هي استثمارات عشوائية، لا، قامت الوزارة بعمل دراسة لتحديد الأراضي والمساحات المطلوبة في كل مدينة، وبالتالي توزعت هذه على المدن وقامت البلديات بحصر الأراضي الاستثمارية هذه، وبحيث أن كل أمانة عندها تارجت. إحنا الحمد لله ماشيين بهذه المنهجية لموائمة العرض والطلب، ما ودنا يكون يعني العرض غير الطلب ولا العكس. وإضافة إلى هذا عندنا العامل المهم هو الرقابة، لأنه هذا راح يعني يجذب المستثمرين. الآن قاعدين ننظم سوق سكن جماعي الأفراد، ف الآن الرقابة راح يجبر المستفيدين أنهم يروحوا للمباني أو للمساكن المرخصة. وشكرا. شكرا. بالنسبة دكتور أحمد، عدد المساكن التي تم ترخيصها الآن هل هو كافي الآن أو يعني يليت تطمننا عن عدد المساكن اللي تم ترخيصها؟ السؤال كافي لإيش أبو طلال؟ العمالة الموجودة الآن كافي العمالة، يعني هل هناك إقبال من ملاك العقار على التسجيل؟ أي في إقبال كبير جدا، عدد الطلبات الآن تعدت 2000. بالمناسبة يعني لاحظنا أن كل ما نقترب من تاريخ 1/1 كل ما التفاعل يزيد وكل ما عدد الطلبات يزيد. الطاقة الاستيعابية التي تم ترخيصها إلى الآن قرابة 30,000 يعني وحدة سكنية أو عدد الوحدات السكنية يسع 30,000 عامل. طبعا هذا بعيد عن 4.5 مليون عامل المستهدفين اجماليا من المملكه، فاذا كان سؤالك هل العرض يساوي الطلب، الاجابه ليس بعد، ولكن الملاحظ انه عدد الطلبات في تنامي سريع جدا، والمسار السريع الذي تم عمله وفتح فرصه عمل جديده للمكاتب الهندسيه ليس بكلها هندسيه، للمكاتب التي تقدمت على حصول تاهيل لفحص مساكن عماله، ونتوقع أنه كل ما يزيد عدد المكاتب التي تختم في المسار السريع كل ما تصبح دورة الترخيص أسرع وتكون مدارا من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص. أيضاً يليت إذا كان في زميل من رئيس بلدية العليا يكلمنا عن التفتيش التي يتم في هذه المرحلة الآن، يعني بعض الحملات التفتيشية والعقوبات التي وقعت، يليت يتكلم عنها إذا كان في حملات الآن قائمة في العليا.
السلام عليكم. طبعا الحملات كانت من بدت المشكلة أو الجائحة تقريبا من نهاية شهر شعبان الماضي. طبعا بناء على الأمر السامي الكريم، أمارات المناطق تولت المسؤولية رئاسة اللجان. تشكلت لجان من أمانة منطقة الرياض بالإضافة إلى شرطة منطقة الرياض، ومندوب من وزارة الصحة ومندوب من وزارة العمل. طبعاً قسمت على 16 لجنة فرعية مقسمة على البلديات الفرعية. طبعاً كلها إلى الآن الأعمال قائمة، التفتيش متواصل، في مهل الآن بالنسبة للغرامات. الآن الفرق اللي تطلع بناء على البلاغات أو الحصر السابق، ويعطونهم مثلا تنبيهات انه بالملاحظات الموجوده، وان التقديم الان متاح للجميع على موقع بلدي، ويطلع المراقب يطبق الاشتراطات ان انطبقت. فيعني الموضوع ممتاز، اذا ما انطبقت لابد يعني يبحث، يا اما انه يصحح او انه يبحث عن موقع بديل. لكن الجولات التفتيشيه من بدت الجائحه وهي قائمه حتى الان مستمره. نعم، بنرجع بالنسبة لشبكة إيجار عن الموضوع والأستاذ نهار والأستاذ ماجد. الشبكة الآن هل نتوقع عدد المسجلين عليها وطريقة الربط التي تتم مع وزارة الموارد البشرية؟ ودنا نسمع عن آلية الربط وكيف يتم إشعار الوزارة أن هذا قد أفصح عن طريق إيجار، وبالتالي يتم السماح له بتجديد رخصة العمل. طيب، إن سمحت لي طال عمرك أنا بخلي أخوي ماجد يجاوبك على النقطة هذه. بس بأكد على نقطة معينة، أن في إيجار من خلال أرقام والعدد صراحة المهول، يعني امتدادا اللي تو ذكرته وأكد عليه الدكتور أحمد في عملية أن العمالة بدأت أو الشركات أو المنشآت، احنا نتكلم عن سواء كان من ارقام 9200 المجانيه اللي تجينا والايميل وتويتر، احنا يجينا تقريبا طلبات كثيره واستفسارات كثيره سواء كان على ايجار في حالات الافراد او في حالات السكن الجماعي، لان هنالك ارقام خاصه بايجار نفسها وكذلك على مستوى السكن الجماعي. نتكلم عن تقريبا اجمالي حول 10,000 الى 12,000 اسبوعيا من استفسارات تجينا في هذا الخصوص. في نقطه اخيره في عمليه الرقابه، كان في عمل تطوعي في بداية الحملة تم بتعاون مشترك من قبل وعلى مستوى الرقابة من قبل البناء المستدام عندنا في وزارة الإسكان في التنظيم، أيضا مع الأخوان في البلدية، وهم مؤهلين وفق نماذج معينة. والجميل في الموضوع أن هؤلاء شباب سعوديين مهندسين حاصلين على دورات، مسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين، يستطيعون من خلال طلب يأتيهم بالذهاب وتقديم الخدمة وفق النموذج المتفق عليه مع الإخوان والشروط البلدية، زائد فحص هذا المبنى من ناحية اشتراطات جاهزة كمباني جاهزة بشكل عام وفق الستاندرد الأساسية اللي موجودة عندنا في البناء المستدام. ماجد بن عنزان، إذا تقدر تعطي أخوي منصور إجابة على الربط والجزء الخاص بإيجار بعض سكن الجماعي، أكون شاكر. احنا في البدايه بالتنسيق مع زملاء في الموارد البشريه حرصنا على تسهيل تجربه المستخدم في استخدام الاصاح، بدايه من سهوله الدخول على المنصه، بحيث ان ممثل المنشاه هو مفوض لدى المنشاه، فاذا هو معرف لدى وزاره الموارد البشريه انه مفوض يدخل على منصه السكن الجماعي بيوزر نيم باسورد اللي في ابشر، ما يحتاج ينشئ له بروفايل عندنا ولا يسوي تسجيل، مجرد دخوله بالبروفايل حقه تبع ابشر يتعرف على الشخص، ثم يحدد أي منشأة هو مفوض عليها. ففي ربط بين منصة السكن الجماعي وبين منصة الموارد البشرية أو منظمة الموارد البشرية، هذا الربط يتيح عملية التحقق من أنه هو مفوض ولا لا. بعد دخوله على المنصة زي ما شفت فيديو قبل شوي، مباشرة جميع بيانات العمالة لدى هذه المنشأة موجودة، ففي ربط بيننا وبين نظام الموارد البشرية لمعرفة كل العمالة التابعين لهذه المنشأة. وعند الإفصاح عن هؤلاء العمالة وتسكينهم على وتمكينهم من الموجودين في أماكن معينة، مباشرة عملية التحديث اليومي موجودة بيننا وبين
نظام الموارد البشرية، أنظمة الموارد البشرية، فلو أحد العمالة انتقل إلى منشأة أخرى يتم إلغاء الإفصاح اللي تم، وبالتالي يكون تحديث مباشر بيننا. في ربط بين نظام منصة السكن الجماعي ونظام أنظمة الموارد البشرية في متابعة جميع الحالات، وبالتالي نسهل الجيرني على الممثلين المنشآت، وجاري تطوير المنصة للتعامل مع أنواع من المنشآت. في منشآت سهل أنها تعرف على 15 أو 20 موظف وعامل، بعض المنشآت عندها عدد كبير، فبنطور المنصة للمنشآت الكبيرة بحيث يصير في بلك أبلود إذا كان عنده عدد كبير من العمالة، بحيث زي طريق نظام حماية الأجور يكون في آلية سهلة في تحديث مواقعهم. كلها التطويرات إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة تساعد أكثر في الجيرني وتسهل. النظام كذلك مربوط بأنظمة البناء المستدام للفحص، مربوط مع بلدي في الرخصة، مربوط النظام كذلك مع نظام إيجار لسحب جميع العمالة الأجانب اللي عندهم عقود في إيجار، مباشرة بياناتهم تظهر أنهم مربوطين في موقع، فنسهل عملية الإفصاح لممثلي المنشآت. هل يمكن نعمل أكثر من تفويض الممثل على المنصة؟ المنصة حالياً تسمح لمفوض المنشأة بالدخول والإصلاح. هل يمكن عمل أكثر من مفوض عليها؟ يذهب إلى أنظمة الموارد البشرية، فإذا أتاح الخيار لدى أحد الموظفين أنه يكون مفوض على المنشأة يستطيع الدخول على منصة. ولاحقا سيتم تطويرها بحيث أن ملف إكسل مثلاً تدخل عدد كبير من العمالة. بالضبط، هذا اللي جاتنا طلبات من عندهم عدد كبير، أن نسهل عملية الإصلاح في موقع واحد، وبالتالي يصير في أبلود بأرقام الهوية في هذا الموقع. أنا ودي نسمع من الأستاذ إبراهيم في وزارة الموارد عن هالاشتراطات، هل تطبق على جميع أحجام المنشآت سواء صغيرة أو كبيرة، وعلى جميع الأنشطة بكافة قطاعاتها أم لا؟ طبعا مهندس منصور والزملاء يعني ما قصروا اليوم، ما شاء الله أعطوا يعني أبديت كبير. إحنا ودنا نوصل كم رسالة كذا للمنشآت، وبعطيك المتطلبات القادمة إن شاء الله للمنشآت. أول شيء إحنا ودنا من الغرف التجارية المتواجدة في جميع مناطق المملكة وجميع الجهات الحكومية إنها تسعى بالانتشار وتوعية المنشآت أو الجهات الإشرافية، تسعى إلى توعية المنشآت اللي تشرف عليها بأهمية الإفصاح عن سكن العمل الجماعية عشان تفادوا إيقاف رخص العمل. هذا واحد. اثنين، أهمية إثبات سكن العمل للبلد والوطن أصبح حاجة جدا مهمة، أمنية وصحية ووقائية أيضا. ودي كمان أشكر صراحة بعض المنشآت اللي عندها عشرات الآلاف وأنهت عملية الإفصاح في منصة السكن الجماعي، وأنهت الإفصاح من أكثر من شهرين والآن هي متوائمة 100%. الاشتراطات في وزارة الموارد البشرية في المرحلة الأولى حتكون 70% كحد أدنى للمنشأة اللي عندها عمالة، لازم يكون 70% مكتمل عشان تتفادى إيقاف رخص العمل. طبعا لا يوجد ضرر متعدي على المنشأة ولا ضرر متعدي على العامل المفصح عن رخصة العمل، يعني لو عامل مفصح سكنه هذا لن يتأثر في أي تجديد قادم. بس وضح لي 70% هذه ايش تقصد فيها؟ 70% من عدد العمالة، لو افترضنا أنه منشأة عندها 1000 عامل، المفترض لا يقل عدد 700 عامل مفصح عن مقر سكنهم. وإذا لم يتم الإفصاح عن 70%؟ يتم إيقاف من لم يفصح عن السكن، إيقاف العامل الغير مفصح عن سكنه. يتم إيقاف العامل الغير طيب التنظيم هذا على جميع أحجام المنشآت صغيرة ومتناهية الصغر وكبيرة؟ طيب هو على جميع الأنشطة الموجودة في البلد، على جميع الفئات أو فئات المنشآت، لا يستثنى فيها أحد، ونطمح أن الجميع يكون يعني مشجع أنه يفصح مقر سكنه. على الجميع يعني، على جميع سواء حتى من لديه 3-4 عمال يجب أن يفصح. هذا يكون أسهل اللي عنده 3-4 عمال أبو طلال، أكثر من يكون عنده 10-15 عامل. فالمفترض أن سهولة الإفصاح للعمال اللي عندها 3-4 عمال أسرع وأسهل في المنصة. نعم، أنه يتم الربط ويتم ناتي بس في في اذا سمحنا بطلال اليوم الافصاح، فقط الافصاح عن مقر سكن العامل. نعم، هذا شيء طبيعي انه يعني متطلبات صحيه وامنيه، وحتى ايضا لحفظ حقوق العماله والتاكد من سلامه مساكنهم وسلامه ظروف عملهم وتحسين المستوى المعيشي لهم في المملكه، والتاكد
أنهم يعيشون يعني بكرامة وبعمل لائق وسكن لائق يعكس في الحقيقة ما تحظى به هذه البلاد من الحفاظ على مواطنيها وعلى الوافدين أيضا على أنهم يعيشوا في مستوى معيشي لائق. أنا بتكلم عن منصة السكن الآن الجماعي، مرجعها هل هو وزارة الإسكان ولا وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ وزارة الإسكان. وزارة الإسكان. في سؤال هنا مع الأخ نهار عن منصة الإسكان الجماعي الآن، إذا صار في إشكال لدى صاحب مبنى أو شركة تملك مبنى وتطور الخلاف في ترخيصه، هل يوجد مرجعية ممكن الوصول لها بحيث يتم مناقشة هذه العوائق التي حالت دون ترخيص المبنى؟ عن أخوي أبو طلال، الترخيص من الاشتراطات اللي ذكرها ومسؤولية الإخوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكما ذكر ووضح الدكتور أحمد، ما في شيء إلا ويكون له مثلا زيد من الناس أنه مثلا ممكن يطالب يقول لي أنا مرخص أو المفروض أنه يرخص ما أخذت الترخيص. أعتقد أن الدكتور أحمد أو الوزارة أكيد بالتأكيد كتكملة للرحلة كانوا حاطين جميع هذه الخيارات لديهم داخليا في الوزارة لمعالجة أي ترخيص في مثل هذا الشأن، خاصة أن الشأن يخصهم وفق اشتراطات وزارة البلدية تحديدا. نعم دكتور أحمد، ودي تجاوب على السؤال، إذا صار في إشكال لدى صاحب مبنى أو شركة تملك مبنى في الترخيص مع المكتب الهندسي أو مع مفتش البلدية كتب أنه غير صحيح غير لائق، إلى من يذهبون؟ في آليات الآن تعلن قريبا عن آليات التظلم، فيحق للمستفيد إذا شعر أو شعر أنه الاشتراطات مطابقة ولكن لم يتم الحصول على الترخيص بسبب أو بآخر، ففي لجنة مستقلة جاري العمل عليها الآن، سيتم الإعلان عنها قريبا جدا أنا أتوقع في منتصف الأسبوع القادم، آليات واضحة للتظلم، كيف يستطيع أن يتظلم صاحب المنشأة في حال أنه شعر أو صاحب العقار في حال أنه شعر أنه لم يتم تطبيق الاشتراطات عليه، وهذه اللجنة يعني تعمل زيارات ميدانية بشكل مستقل وتكون مرتبطة مع الأمارات المناطق حتى تضمن الحيادية ويكون قرارها يعني ملزم لبلدية المنطقة وللأمانة. في حال شكوى المجاورين من يتحمل المسؤولية؟ هل هو صاحب العقار؟ أم الشركة التي بعض عمالتها تسكن في أحد شقق المبنى؟ أنا ممكن أحيل هذا السؤال لزميلي الأخ محمد السياري من بلدية العليا. طبعاً راح يقيم الموقع إذا كان مطابق للاشتراطات فخلاص، لكن إذا كان فيه أي مثلاً مصادر للإزعاج أو شيء، علما انه يعني راح يعني اغلبها راح يكون يعني على القطاع على الشوارع التجاريه بعيده عن المساكن يعني. لكن يتحمل الغرامه ستطبق على صاحب العقار. زي ما اكدنا في الموضوع ان الغرامه اذا كان المبنى مؤجر بالكامل راح يتحملها المستاجر. إذا كان المبنى يعني من أفراد مختلفين راح يتحملها طبعا المالك، مالك العقار. نعم، أنا والله في البداية أنا أشكركم على هالورشة، أنا عارف أني أخذت الكثير من الأسئلة منكم، أنا ودي نختم بس بكلمات إذا كان نبدأ معاك أيضا زي ما افتتحنا بكلمات ختامية، نبدأ معاك دكتور أحمد وبقية الزملاء. تفضل دكتور احمد. شكرا على استضافتك لنا وتحملك لنا على يعني المعلومات الموجوده. احنا اليوم 8 جهات حكوميه موجوده، كان معنا زملائنا من وزاره الداخليه ووزاره الصحه والهيئه الملكيه للجبال وينبع ووزاره الصناعه، كل هذه الجهات اليوم يعني كلنا نعمل في نفس السرب. الامر الملكي الذي صدر يعني من مخرجات الجائحه وضع موضوع سكن العمالة على طبق ساخن، المقام السامي والديوان يتابع عن كثب والقيادة تتابع عن كثب هذا الملف، من أهم الملفات اللي موجودة اليوم
له انعكاسات على سمعة المملكة في حقوق الإنسان، له انعكاسات على سمعة المملكة في معاملة الوافدين، أيضا له انعكاسات إيجابية على القطاع الخاص بزيادة الإنتاجية. من الطبيعي حين تحسين مكان الذي يعمل فيه العامل ترتفع الإنتاجية حقته. كل تغيير وله آلام، نسأل الله أن يكون أفدنا الناس في هذه الورشة على قد يعني ما نستطيع. وإذا كان في أي أسئلة ثانية، هذا لا يعني أنه ختام الورشة تعني انتهت الأسئلة، أي أسئلة ثانية مرحب بها، سواء موجهة إلى اللجنة مباشرة، موجهة إلى الغرفة وتحول إلى الجهات المعنية، أو يعني بأي طريقة مناسبة تعلن عنها الغرفة. ومرة أخرى شكراً أبو طلال على إدارتك الممتازة كالعادة، وأسئلتك اللي دائماً ملغمة لكل الجهات كنا في يعني نشتاق لها، وشكراً نشتاق لها الله يسلمك. أنا ودي أيضاً أسمع الأستاذ مهندس الأستاذ محمد بشاوري من مدن، مدير إدارة سلامة المنشآت بمدن، إذا كان معانا هو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني شاكر لكم استضافتكم وزملاء من الجهات. أنا ما أحب يعني فعلاً أهداف تنظيم سكن الجماعي يعني هم يشاركها الجميع، يعني من جهات أو حتى مواطن أو مستثمر، وعلى تقنى الجميع إحنا نرتقي بالمستوى الذي يعني يسكن فيه العمال هذه، لأن إحنا كلنا في نفس القارب في نفس البلد. إحنا في الهيئة السعودية للمدن الصناعية يعني سنعمل كافة يعني بنعمل كافة قدراتنا إن شاء الله عشان نسهل الترخيص، سواء ترخيص المساكن الموجودة في المدن الصناعية. وبرضو إحنا قاعدين نعمل بقرب مع الجهات المعنية للترخيص على منصاتهم المرفوعة والموجودة عندهم، مثل منصة السكن الجماعي. ومستثمرين أيضا يعني متاح لهم أنهم يتواصلوا معنا عن طريق قنواتنا مباشرة أو حتى في المدن الصناعية. وإحنا يعني ما زي ما تفضل مهندس أحمد، ما انتهت فترة استفسارات، واللي عنده استفسار أو سؤال يخص المدن الصناعية ممكن يتواصل معنا مباشرة. شكرا لكم. نعم، المهندس معد بن عبد السلام الدبور من أمارة منطقة الرياض، يا ليت نسمع منه كلمة أيضا في هذه الورشة إذا كان موجود معنا. مرحبا بعمرك، أول شيء نشكر لكم الاستضافة هذه، ونشكر زملائنا من الجهات على المعلومات اللي أثرونا فيها وباقي المستمعين. طبعا عندنا أنا بتكلم، الزملاء تكلموا بشكل عام على الدليل الإرشادي الجديد وعلى التنظيمات الجديدة، بتكلم أنا عن منطقة الرياض وعن جهود اللجان في منطقة الرياض خلال الفترة السابقة من بداية الجائحة. طبعا صدر الأمر السامي الكريم تشكيل لجان في المناطق كلها بتاريخ 28 رجب 1441، قبل 9 أشهر من الآن. اتطورت اللجان في منطقة الرياض إلى أن وصلت عدد 39 لجنة في المنطقة بشكل كمجموع، 16 لجنة في مدينة الرياض موزع على البلديات الفرعية، وعندنا لجنة في إمارة المنطقة، لجنة ميدانية إشرافية على اللجان الباقية الرياض. وتشرف اللجنة الميدانية بالإمارة على عمل 22 لجنة منتشرة على محافظات المنطقة. طبعا من بداية الجائحة حتى الحين الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى، اللجان منطقة الرياض قامت بزيارة ما يقارب 10,000 موقع، فيها مئات الآلاف من العمالة، وساهم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى بتصحيح ومعالجة الكثير من هالمواقع اللي تم زيارتها، وبالتالي خفف حدة انتشار جائحة كورونا. طبعاً كتنظيم وكإرشادات واللي اعتمدت بالأمر السامي الكريم، تفضل الدكتورة أحمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي الزملاء واشرحوها. حنا في منطقة الرياض إن شاء الله أن اللجان قائمة كلها بمهامها، ودور إمارة المنطقة في هاللجان التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة في هاللجان. طبعاً الجهات الحكومية المشاركة هي وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، عندك طال عمرك أمانة منطقة الرياض ممثلة في البلديات الفرعية، شرطة منطقة الرياض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية. اللجنة تضم عدد كبير من الجهات اللي تشارك فيها، ويعدون الجهات اللي ما ذكرناهم. طال عمرك هذا اللي عندنا، والله يقويكم. بالنسبة للمخالفات طال عمرك، المخالفات اللي تمت في الفترة السابقة، يا ريت تشرحها لنا.
سم طال عمرك. بالنسبة للمخالفات اللي تمت بالفترة السابقة في بداية الجائحة إلى هذه اللحظة قبل تاريخ 1/1 اللي هو النظام الجديد اللي اعتمد أو نفاذيته، كانت هي مخالفات عن طريق البلديات مسماها استخدام المبنى لغير ما خصص له، ومبلغ المخالفة تقريبا كان 10,000 ريال. الزملاء بأمانة في اللجان الميدانية كانوا متعاونين مع أصحاب العمل وأصحاب المنشآت، فيروحون المرة الأولى كزيارة ويرصدون الملاحظات ويطالبون صاحب المنشأة أو صاحب العمل بمعالجتها، ويمهلونهم مهلة معينة تقريبا كانت 48 ساعة ممكن أنها تزيد في حال تطلب الأمر، يسوون زيارة تعقيبية مرة أخرى في حال اكتشفوا أن الملاحظات عولجت أو لا يوجد ملاحظات، ما راح يطبق عليه المخالفة. في حال لاحظوا استمرار وجود المخالفات اللي سبق وأن رصدت تطبق عليه الغرامة اللي كانت كحد أقصى 10,000 ريال، تتكرر مع تكرار الزيارة. شكرا. ما أدري معنا المهندس أحمد نور الدين من الهيئة الملكية لجبل ينبع. حياكم الله وسعدنا اليوم بهذه الندوة يا أخوي منصور حقيقة على إدارة الحوار، وزي ما ذكر الدكتور أحمد الأسئلة حقيقة الجوهرية اللي تهم قطاع الأعمال بل المجتمع كله بجميع فئاته. طبعا هذا الموضوع موضوع حيوي للغاية بالنسبة لنا في مدن الهيئة الملكية، فعنيت الهيئة الملكية منذ إنشاء بوجود أحياء عمالية متكاملة الخدمات والترفيه لتقديم هذه الخدمة، ولها عنصر كبير جدا في موضوع برنامج وخطط إدارة الأزمات والكوارث. والعامل الأهم كان فيها في الأزمة الحالية كان في تطوير للخطط، وواجهنا تحديات فيها اللي هي استمرارية الأعمال، لأن هذه مدن صناعية حيوية جدا في الاقتصاد، فزملائنا ما يعني ما هو معمول الآن فيه من تطوير هذه المنظومة والبيئة المتكاملة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، خاصة أن المدن الصناعية لا رغم وجود بيئة سكنية فيها إلا أن لها من يقدمون إليها من المدن المحيطة لها للعمل داخلها عدد كبير جدا، فيحتاج إلى أيضا أن البيئة تكون كلها متكاملة. جهود مشكورة جدا من الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الأخرى في وزارة الإسكان وغيرهم من الوزارات، ولا قصورا في الجميع. كان استطعنا في خلال الأزمة إلى نوعا ما إلى الحد من أي آثار يكون لها تأثير على استمرارية الأعمال في مدن الهيئة الملكية. إحنا نتكلم على مصانع لا تتوقف الإنتاج فيها، فكان عمل مميز أدى لتعدي هذه الأزمة، وأيضا في كثير من الدروس المستفادة منها هذه اللجنة وهذا التنظيم المميز، وجاء التوجيه الكريم ليعطينا المظلة الكاملة اللي يتم من خلاله يعني تفعيل إجراءات تساعد على الوقاية وحل هذه الأزمة أو حل هذا التحدي أو الموضوع الحيوي من جذوره. شكرا. ودي أسمع مداخلة الدكتور عادل الشهري عن موضوع صحة البيئة وإسكان العمالة وما يجب أن يهتم فيه صاحب العمل بخصوص سكن العمالة من الناحية الصحية ودوره الإشرافي على هذا الموضوع. حقيقة إذا تكلمنا من الجانب الصحي فأنا عندي رسالة أوجهها حقيقة للجهات الحكومية، مشكورين حقيقة أثناء الجائحة قمنا بعمل في احتواء الأزمة، وكانت الحمد لله يعني كانت في أحداث مؤسفة لكن الحمد لله تم احتوائها بمشاركة جميع الجهات وإصدار الأدلة في حينها الحمد لله. الآن رسالتي حقيقة لأصحاب المنشأة نفسها، التقيد والتأكد من العمال، الدليل موجود الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، التقيد بالتدابير الاحترازية الموجودة فيه لمنع تفشي أي أمراض معدية مستقبلا.
هذا الموضوع مهم وأنا أعتقد أنه واجب وطني على الجميع. يعطيكم العافية جميعا. شكرا. أستاذ إبراهيم، وزارة الموارد أصحاب العمل أيضا يرغبون بتطمينات إضافية إضافة للتطمينات التي أطلقتها. الميكروفون مقفل يبدو لديك. ما في شك مهندس منصور والزملاء جميعا هنا شاركونا اليوم انه ان شاء الله ما في مخاطر عاليه. احنا نهدف في المرحله الاولى الى الافصاح بمقر سكن العماله. لا يوجد اي اثر متعدي لا على صاحب المنشاه ولا على العامل المفصح. التزام العامل بمقر سكنه هذا امر يعني او هدف وطني اليوم سامي، مرتبط بامر سامي وعمل تنظيمي كبير من جميع الجهات، ولازم جميعا نحققه ان شاء الله. ولا عقوبات على المنشآت؟ لا عقوبات على المنشآت عدا ارتباط رخصة العمل بإفصاح العامل عن مقر سكنه. عن العامل فقط الذي لم يفصح؟ صحيح. والعامل لن يستطيع نقل خدمات في حال لم يستطع تجديد رخصة عمله؟ احنا هدفنا اليوم أبو طلال والزملاء جميعا أنه العامل يكون مفصح سواء عند المنشأة الحالية وعندما ينتقل للمنشأة السابقة. فأي عامل غير مفصح نعمل على تطوير تقل الآن أنه ما ينتقل من منشأة ألف إلى منشأة باء إلا ما يكون لديه سكن مفصح. يعني هو قد يتعمد العامل الآن عدم الإفصاح لكي تنتهي رخصة العمل، وبالتالي يستطيع نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر أو الإضراب بالمنشأة. يعني هذه أعتقد أنه هذا النوع من التصرفات غير مقبولة من العمالة، وإن شاء الله يعني وعي العمالة بأهمية سكنهم وحقوقهم راح يساعد في أن العمالة جميعا تفصح بإذن الله. إن شاء الله. نختم مع الأستاذ نهارة للشيخ من وزارة الإسكان، مدير عام التنظيم العقاري. ما أدري، ودي نسمع منه بخصوص يعني مجتمعات السكن العمالية وضرورة الرقابة عليها وحصرها والإفصاح عنها. يعطيك العافية وشكرا ثاني مرة أخوي منصور، والله يعطيك العافية وباقي الزملاء والمستمعين. طبعا الحمد لله المكسب يعني الكبير ذكره الأخوان، المكسب ليس فقط صحي ولا أمني ولا تنظيمي، من واقع أكبر بكثير من ذلك. كلنا كنا نسعى لها، كلنا كنا نتكلم فيها حتى في حياتنا العامة، كنا نتمنى مثل هذا الشيء، قربنا منه إن شاء الله. هذه أول الخطوات، تكاتف الجميع، الجهات الحكومية مع بعض، القطاع الخاص، وهذا العشم إن شاء الله. فبإذن الله يعني مقبلين على نموذج بيكون إن شاء الله يحتذى به في كثير من الجهات إن شاء الله بإذن الله. شاركنا معنا الدكتور حمود الحلافي مدير إدارة قضايا الخدمات العامة وزارة الداخلية، ودي شاركنا ونستمع إلى كلمة من سعادته. أهلا وسهلا، طال عمرك، مساكم الله بالخير جميعا. دور وزارة الداخلية يتركز في طبعا في أولا في المتابعة، متابعة اللجان الفرعية في أمارات المناطق، ويتركز أيضا في المساندة والدعم الأمني الميداني من خلال الأمن العام. أيضا هناك دور من خلال لائحة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالدفاع المدني المشتمل على إجراءات الوقاية من الحريق ومخارج الطوارئ وغيرها، أيضا مشترطات أيضا الصحية لسكن العمالة. يعني تقريبا هذه باختصار دور وزارة الداخلية. الأخوان في أمارات المناطق اللجان الفرعية قاموا بأدوار كبيرة جدا الفترة السابقة، وفي اجتماع وكلاء الأمارات الأخير يعني تبنوا إعداد دراسة عن وتقرير عن الدروس المستفادة من اللجان، جمعوا إحصائيات طبعا وإنجازات، وراح إن شاء الله يصدر تقرير خلال الأيام القادمة، خاصة من طبعا يعني من الأمارات والمناطق اللي كانت مهام اللجان الفرعية أكبر في الرياض ومكة والشرقية والمدينة وعسير أيضا. فراح يصدر إن شاء الله التقرير قريبا بإذن الله، وراح تزود كل الجهات بهذا التقرير يعني
الفائدة وأيضاً لعرض الجهود لمكافة الجهات طبعاً بإشراف لجان فرق. هل, هل, هل العقوبات مطبقة على صاحب العمل أو على مالك العقار في حال عدم تجاوبه؟ يعني هل تم القبض على بعضهم؟ هل تم عقابهم؟ يعني في هذا الموضوع في حال عدم التجاوب ووجود مخالفات صحية أو تنظيمية في سكن العمالة تحديد يعني بعض الحالات تحديد لكي يستفيد الجميع منها. تحديد المخالفات وإيقاع العقوبات هي يعني ليست من اختصاص الأمن العام أو وزارة الداخلية. تحديد المخالفات من اختصاص الشؤون البلدية وزارة الموارد البشرية. وزارة الداخلية والأمن العام هي فقط إشراف وتنسيق كما ذكر المهندس معد، تنسيق فقط بين الجهات. لكن إذا كان الأمر خارج الاشتراطات أو كانت المخالفات خارج الاشتراطات، مخالفات أمنية، مخالفات سلوكية، مخالفات، هنا تدخل طبعا الجهات الأمنية وتقوم بدورها. لكن إذا كان الموضوع فقط مخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، فالعقوبات هي منصوص عليها من خلال الزملاء في الجهات الأخرى، ودور وزارة الداخلية والأمن العام والجوازات أيضا هي دور إشرافي وتنسيق فقط لا غير. شكرا أخواني جميع المشاركين والمتحدثين في هذه الورشة والتي تكلمنا فيها عن تنظيم السكن الجماعي للأفراد، وهذا موضوع الآن هام جدا خصوصا مع بعد تطبيقه بداية العام القادم 1/1/2021. أشكركم جميعا زملائي في هذه الندوة، يعني جميع الجهات المشاركة، يعني أتحفتنا بمشاركة مسؤوليها على أعلى مستوى تقديرا لأهمية الموضوع وتحفيزا للقطاع قطاع الأعمال للمشاركة في هذا الجهد الوطني الذي سوف يحفظ في الحقيقة صحة المجتمع، وسوف يحافظ على صورة المملكة، وسوف يبرز جهود الدولة حفظها الله في تنظيم المعيشة للعمالة الوافدة والحفاظ على وجود سكن لائق لهم، وأيضا سوف يسهل ذلك عمل المنشآت عبر رفع إنتاجيتها حينما تكون العمالة في عمل لائق وسكن لائق. شكرا للجميع لكم، شكرا لإخواني المشاركين، شكرا لإخواني المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله في ورشة أخرى.